بسم الله في الكول داون نعمل طلات للأكتاف والتشيست 30 ثانية ثبات 30 ثانية أنا كده باصص للأمام وسايب إيديا ماسكها في حاجة بطلع أنا قدام عشان أعمل إيه؟ أعمل بقى أزود الفلكسبيليتي في مفصل الكتف مفصل الكتف الحركة بتاعته واسعة طبعا ثانية طبعا ما حدش يعمل كده ويشد جامد يعني احنا بس اوصل المفصل للمدى بتاعه الطبيعي واثبت مش محتاج اعديه فوق الطبيعي مش لازم 30 ثانية 30 ثانية 30 ثانية 30 ثانية وضع ال W على الحيطة كده عشان اكتافي دراعاتي شايف اطلع لحد فوق وانزل وكل ده وانا دراعاتي ماسكة للحيطة 30 ثانية لكل